اذا معنا ابو عبيد عبد الرحمن صاحب تاكسي 63 مؤخرا صاحب الكريمه جا دار حوار بالجهويه بريس كيتشكا وكيقول بان كاين مشاكل بينك وبينه، بغيناك توضح لنا اكثر شنو المشكل اللي واقع بيناتكم. المشكل ديال هو المشكل، ما عندي حتى مشكل معاه، انا تنطالب منه يدخل معايا العقد النموذجي كما داخل الناس الحريفيه كلهم دخلوا العقد النموذجي، كملت مع العقد ديال 5 سنين وقال لي يعطيني كريمتي، هو النهار اللي حاضر معايا النهار الاول الكريمه عطيت السيد 25 مليون خاد منه هو الحلاوه ديالو، شو شحال خاد منه انا ما عرفتش شحال خاد، ودير معايا اتفاق باش يعاود يجدد معايا، وجا قرار من الوزاره ان باش كاين العقد النموذجي ما يدخلش معايا، يدخل معايا العقد النموذجي، عيطات لي العماله باش يدخل معايا ما بغاش، عيطات لي قالت لي باش دير معاه 6 في 6 ما بغاش، وقالت لي العماله حط لي فلوس في المحكمه، وبقيت نحط لي فلوس في المحكمه، والمحكمه حكمت لي ان باش الطاكسي ديالي يخدم، والكريمه ديالي ما عرفتش واش شفره الشيفور ولا شكون هو وصلها لي، دابا الكريمه راه عنده، وانا الطاكسي ديالي راه خدام. ودابا هو عاتبني كان كتب عليا في سميتو تيقول لي ما انا معدي عليه، وهذا معدي عليه ما هو، وتيقول غنتحر منتحر، وانا من فين غنمشي؟ انا عندي عائله، عندي وليدات وعندي الوالد ديالي تيعيشوا معايا في الدار. اذا معنا عزيز الزيتوني نقيب، وانت عارف المشكل ديال الاخ عبد الرحمن، يعني بغيناك تحكي لنا شنو المشكل وشنو اللي واقع. اولا السلام عليكم، وكنشكروا الجهويه بريس لانها جات باش تاخذ الحقائق كامله. بالنسبه لهذا الموضوع فانا الموضوع انا اللي مكلف بهذا الملف ديال الكريمه 69 بصفتي كمسؤول نقابي وكفاعل جمعوي، فخاصني ندخل على الخط وخاصني نصلح المشكل ما بين هذا المكتري وصاحب المأذونيه. السيد قبل ما تسالي المده ديال الكراء اللي بينه وبين صاحب المأذونيه راسلناه وريحنا معاه، وانا شخصيا ريحت معاه وطلبت منه شنو هو الحل باش يجدد مع السيد. فالسيد قال لك انا من البدايه هو كيقول لك انا ما باغي والو، باغي الكريمه ديالي، رغم ان كاين الدوريه 61 كتلزم على صاحب المأذونيه باش يجدد العقد مع المكتري، ولكن السيد تحدى هاد المذكره الوزاريه وتحدى القوانين اللي ساريه المفعول من جهه ديال المأذونيات والعقود الكرائيه والعقد النموذجي اللي كاين حاليا، وبغى الكريمه ديالو. عنده ناس واقفه معاه ولا الله اعلم، ما عرفناش الايه ديال الخفيه اللي مع هذا السيد وكيفاش دخل الطوموبيله وكيفاش، كاين مجموعه ديال علامات الاستفهام ما عرفناش الاجوبه ديالها. على العموم هذا السيد نهار بغى يشري الطاكسي انا ما كنتش حاضر ليه، ولكن العلم ديالي على انه شراه ب 25 مليون، وهذا السيد صاحب المأذونيه، وخاصكم بصفتكم كصحافه تطرحوا عليه السؤال واش هذيك 25 مليون اللي تخادت وتخادت امام الاعين ديالو وكان عنده النصيب ديالو فيها، وكان موافق على انه باش يكري هذه المأذونيه، رغم ان المأذونيه القانون ديال المأذونيه ما عندوش حق يكريها، اولا هو مخالف. دابا هذا المشروع ديال المأذونيه ملي تصايبوا دكاد ولا خطوط ولا خدامه جا بغى ياخذ الكريمه ديالو بلا ما يعوض هذا السيد، راه لا يعقل. الا كنا كنقولوا على ان غنشردوا هو العائله ديالو، راه العائله ديال هذا السيد هي غتشرد. حنا ما طالبين منه والو، يا اما يعوض هذا السيد يا اما يدخل معاه العقد النموذجي اللي فارضه وزاره الداخليه والسيد الوزير. العماله حطينا ليها المشكل، حطينا ليها الشكايه، خاتو بعين الاعتبار راسلاتو ريحت معاه في لجنه فض النزاعات، ولكن هاد السيد ما دار شي حوايج ومشى قال العماله على انه ما كاريهاش هاد الكريمه وخرج طوموبيل جديده، وانتم ما ركشتوا طوموبيل جديده وراه قال لكم راه ما يمكنش باش يخرج طوموبيل جديده وطوموبيله كاينه وديسيزيون كاين، قرار عاملي باش تخدم الطوموبيله الاولى كاين، ودار ديسيزيون فوق ديسيزيون، لا يعقل. هاد السيد الا باغي يفضي المشكل وكيقولوا بان العائله ديالو كتشرد، صح حنا هاد السيد غتشرد العائله ديالو، حنا مستعدين كنقابات ولا جمعيات ولا كحلفيين غنفكوا ليه المشكل، ولكن حبي وبالتراضي ديال الطرفين، راه ما يمكنش نحلوا ليه هو مشكل على ظهره هو. وحنا من هذا المنبر انا كنقول لكم راه المشكل راه ما غاديش يتحل بهذه المشكله، بهذه الطريقه هذه ما غاديش تحل المشكل. خاص هذا السيد يجي يريح معنا، يا اما يريح معنا الطابله حنا كمحرفيين، ولا يريح هو وياه ويطالبوا تعويض مع بعضياتهم، انا ما نبغيو حتى شي واحد يتشرد، ولكن ما نبغيوش على ان واحد ما يتشردش وواحد يتشرد. راه لا هو كنتو كيقول بانه خاصو يتحمى وغيتشرد، راه حنا السيد خاصنا نحميوه وخاصنا نخليوه ما يتشردش لانه حرفي معنا، وعنده كيف كيقولوا عنده البيرميس كونفيونس والبطاقه المهنيه، راه هذا عنده البيرميس كونفيونس والبطاقه المهنيه وخدام، وانتم جيتوا على بغتة لقيتوه خدام دابا. وشكرا.